روح عمي سعيد روح قول عند ابوك يا ابي سيدي حراسنا شافوا الزبق اخوه العكاش ومعه ولد صغير على مدخل الحارة واللي وصلوا على مدخل الحارة هو ايوب شو؟ مثل ما عم تسمع يا سيدي هذا اكيد ابنه العكاش اغلب الظن ايه؟ معقول ببعض كل اللي عمله عكاش ابو العز يسلبوا ابنه؟ شي غريب يا سيدي طيب خلي الحراس يكملوا شغلهم بدي اعرف كل شي عم بصير بساعده حاضر سيدي أخي أنت شو بدك؟ مو بدك ابنك، هي ابنك صار عندك. وأنت شو بدك من هالحركة؟ بدي إياك تهدي شوي مع رجال العمارة والزعيم أبو العز. كل هاد عم تعمله كرمال خاطر خاتو وخانو؟ لك أخي شيل هالوسواس من راسك، أنت أخي وما عندي حدا أغلى منك بهالدنيا كلها. أخي لا تطالعني ولد قدام الجماعة بصير خير بصير خير زيبا تعا يا بي تعا يا بي يعني إذا خلاص ما عاد ترجع مثل ما كانت لا يا بي ما في شي بيروح بعدين بيرجع بس كمان ما في شي بيروح ببلاش كله بتمنه يا بي يا بي بس والله